استقبل اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الطالب بمدرسة البيان راشد الهاجري، وذلك بعد مشاركته الإيجابية في بطولة نانسي روبيكس كوبيكس المفتوحة، وذلك بحضور السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية ووالد الطالب. نعم، وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تسعى دائما إلى توفير الرعاية الكاملة للمواهب الناشئة وتهيئة الظروف المثالية أمامهم من أجل تطوير أفكارهم الإبداعية وتشجيع المواهب وصولا إلى مساهمتهم في بناء البحرين الحديثة في المستقبل، مشيرا سموه إلى أن ما حققه الطالب راشد الهاجري ذو 12 ربيعا يعتبر إنجازا متميزا وينم عن القدرات الكبيرة التي يمتلكها الطالب، الأمر الذي يؤهله إلى التنافس مع أقرانه من مختلف دول العالم. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين تولي الإبداع والموهبة أهمية كبرى بوصفها حلقة أساسية ومكملة للجهود الرامية لاحتضان المبدعين من الناشئة والطلبة وتهيئة البيئة السليمة لهم من أجل نثر إبداعاتهم، موجها سموه إلى إتاحة الفرصة للهاجري في بطولة العالم والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتهيئة كل الظروف التي تجعل من المشاركة إيجابية لتحقق إنجازا باسم البحرين.